خويا الحاولي ناقصه العام شويه، ما كاينش بحال العام اللي فات. والسبب اخويا الاقبال ديال الناس ما كاينش، والثمن ديال الحاولي طالع شويه، زايده 500 درهم حتى 600 درهم في الحاولي بالنسبه للعام اللي فات. والحاولي اخويا راه كاين الثمن، الثمن راه كاين خويا. بالنسبه للعلف، العلف راه هادشي خاصها تكون تدخل فيه الوزاره ماشي ديالنا حنا. بالنسبه للدرويش راه الثمن غالي عليه، وزايد كونفيرمو كانت عامين هادي من يصور الانسان. عندنا حنا دابا عندنا الطريبورتور راه كنعاودو نصورو حنا الحاولي مع الناس اللي كنعاودو نقلو لهم الحاولي ديالهم من بلاصه العين المكان ديالهم. حتى حنا مضرين اخويا، حنا راه لا ما شراش هذاك الدرويش حنا راه ما غنشريوش. حنا راه كنعايدو مع الناس الدراوش، كنخدمو مع الناس الدراوش، هما باش كانت حنا كنوصلو ليهم وكندبرو علينا، هي باش كنتقداو حتى حنا العيد الكبير. غيكون خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نسولك مرحبا. بغيت نتاكد من واحد المعلومه، واش العيد الكبير سنه ولا فريضه؟ سنه اخويا. علاش سنه؟ علاش؟ سنه اخويا. كاين اللي كيقول فريضه. واه حتى لهاد القضيه كتقول فريضه، هو من استطاع. هو اللي من استطاع راه يذبح، واللي ما عندوش راه ما يذبحش. يعني انت كتقول باللي سنه؟ سنه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.